برشلونة وجد ربما ما كان يبحث عنه من قبل. فريق برشلونة كان توجور يعودنا يخرج دي جوار دي بي بي هكذا وميليو تيران ولا وناطاك. سي فري كو كاسادو كي تشوف المقابلات اللي يقوم بهم نقدروا نقولوا بلي برشلونة راهم لقاو اللي يخلف بيسكات اللي كان عنده دور هام في وسط الميدان. كي نشوفوا لو ميليو تيران تاع لو ريال مدريد كما قلت اسماء كبيره بالاكسبيريونس اللي عندهم شحال ديزاني هما يلعبوا كيف كيف شحال من الشامبيونز ليغ ربحوها. كي تشوف كاسادو مع بيدري اللي يتغلبوا عليهم في وسط الميدان سي كالكو شوز سي با فاسيل باش تقدر تربح وسط الميدان مع في مقابله اللي فيها وسط الميدان كيما تاع ريال مدريد. انا الشوط الاول بوكو بلوس كيما يطوني كي تشوف لو روندمون تاع برشلون ما كناش نتوقعوا باللي في الشوط الثاني حيقدر يسجل اربع اهداف. سي فري كو كانوا ملاح بريمير ميتو برشلون مي ما كانوش فريمون دونجورو ولا داروا لي زاكسيون مع بايش لا شاتروني راي ما داروش دي زاكسيون دونجوروز فريمون. ومام لو ريال مدريد سي فري كو كيما قلت امين لا ديفونس تاع برشلون كانت افونسي صح لونترينور هذه خطه تاعو هذه خطه مي البروبليم سي كو سي فري كو كانوا لي زونجو بزاف تاع تاع لي جوار تاع ريال مدريد. لو بروبليم سي كو افون كو لاربيت يسيف لور جو شفناهم راطاو كاع هاد لي زوكازيون لا بلوبار دي زوكازيون راطاو الفعاليه ما كانتش الفعاليه ما كانتش بارك الله فيك. وشفنا العكس في فريق برشلونه في الشوط الثاني كي حب يهاجم مع لا رونتري تاع ديونغ شفناهم ايزيتي ديسيسيف ديسيسيف بعد تضيع الفرصه تاع ليفاندوفسكي اللي ضربت في القائم وحده كل الفرص اللي جاتهم سجلوها. امين لما يلعب برشلونه تلعب بالدفاع المتقدم كان على ريال مدريد يكون عندها لاعب كيما مودريتش اللي يعرف يمد الكره لازم يكون في المكان والزمان اللي واحد كيما مودريتش كان يقدر يمد الكرات ما يخرجش مبابي ولا فينيسيوس اورجو. ولو تكلم على وسط الميدان تاع ريال مدريد يعني الاسامي كبار ونشوفهم من الجهه الاخرى اللي طفل تاع 17 سنه طفل تاع 17 سنه كوبارسي اللي حكم مفاتيح تاع الدفاع 17 سنه صح. 17 سنه وزيد كاسادو لاعبين صغار في بعض الاحيان تقول لي التجربه وكذا ولكن قد امام لا جونيس امام لا جونيس ولا فوق ولونفي ما تمشي لكش هذيك التجربه ديالك لان كاين ناس قدامك حابين يربحوا المقابله. هذا هو اليوم المشكل تاع ريال مدريد. ما تنساش ريال مدريد ثاني بيلينغام كامافينغا تشواميني لاعبين شو ثاني 24 سنه تغير المكان ديالو تغير نعم. هذا هو انشيلوتي قبل كنت ساطرح ابقى معك قاسي سعيد ثم اعود الى عمر بودي. أنشيلوتي كنت سأطرح هذا السؤال على عمر بودي لكن أنت استبقت الأحداث أمس في الندوة الصحفية أيضا واستصرح وقال لدي خطة لشيء ما غدا سترونه وبعد ذلك يمكنكم الحكم عليه بعد نهاية المباراة. هل هذا الشيء اليوم هو إقحام بيلينغهام على الجهة اليمنى في وقت أنه كان تقريبا الجميع ينتظر أنه يلعب مثل الموسم الماضي عن كات كات دو فلوزونج وين يكون فينيسيوس ومبابي ويبقى هو خلف وفالفيردي بوكو بلوس على الجهة اليمنى. هذا هو المشكل تاع ريال مدريد بيلينغهام الموسم اللي فات شفناه يلعب مليح وراء الهجوم يسجل اهداف يسجل شحال 14 هدف اكثر في البطوله أكتر. ولكن اليوم لما غير له المكان ديالو كيفاش غير له المكان تاعو بالا فورس دي شونس خاطر كاين مبابي هو اللي خلى انشيلوتي غير المكان تاع بيلينغهام. ولكن لما تكلم البارح انشيلوتي اليوم ما شفناش بيلينغهام. نعم هل كان من الحكمه اشراكه على الجهه اليمنى؟ اذا اشتركت من الجهه اليمنى راح تخير بين مبابي وفينيسيوس يعني تغير تماما الخطه تاع اللعب ديالك. كان من المفروض يلعب بيلينغهام كما هو في لعب اسمح لي تقول باللي انت بيلينغهام يلعب على الجهه اليمنى كما في المكان تاع لا مش ليس لانه تقريبا كان يلعب ب 4-4-2 وضع كامافينغا على الجهه اليسرى لما يدافع ريال الى شفتو كان يدافع ببيلينغهام هو اللي يخرج على بالدي وكامافينغا هو اللي يروح اكثر مع كون ديال الجهه اليسرى. لذلك ربما اختلفت عليه معايا الموسم الفارق كنا متعودين يلعب خلف نعم وتشواميني يجي خلف عفوا
وبيلينغهام يجي خلف المهاجمين. هل أثرت الإصابة على بيلينغهام إصابته على مستوى الكتف، خاصة وأنه إحصائية هذا الموسم لم يسجل بعد في أي مباراة مع ريال مدريد، صفر هدف. وحتى مع المنتخب الإنجليزي عنده هدف واحد في ثلاث في تاريخي فيفا، يعني مسجل هدف واحد فقط منذ انطلاقة الموسم. عمر بودي تراجع كبير جدا ورهيب في الفعالية وفي أداء جود بيلينغهام، هل هو لاعب موسم واحد؟ لا ما نظنش، انا نظن توظيفه صراحه يعني الرول اللي يطلبوا منه ممكن انشيلوتي هو اللي يصنع الفارق، لان اي واضح الامور لما كان يلعب وراء المهاجمين كان خطير. واليوم لما شاهدوا انا صراحه نظن بلي نقصت فعاليه بيلينغهام وتركت معركه وسط الميدان خسرتها، هذه اللي ما يعني ما ربحته هجوميا ما ربحته دفاعيا، لان اليوم حتى مبابي وبين قوسين وفينيسيوس كان طريقة لعب ريال مدريد طيلة اللقاء نفسها تتكرر، دائما حاولوا يلعبوا في ظهر مدافعين برشلونة عكس برشلونة. برشلونة كانوا ينوعوا، الهدف مثلا الرابع شاهدناه بطريقة اللي كانت مباشرة، ولكن الأهداف الأخرى كانوا يدخلوا بين قوسين في الانترفال. أنا نظن اليوم أنشيلوتي غياب لاعب واحد ممكن أثر عليه بشكل كبير هو رودريغو. أنا نظن بلي رودريغو لو كان حاضر اليوم كان ممكن يساعده، ولكن هذا ما يمنعش أن أمام فريق برشلونة اللي كما قال عمي محمد شفته يلعب بنفس الطريقة وشفته يلعب ديفونس أفونسي، وفي نفس في نهاية الأمر لاعب اللي يمد لا دانيير باس يكون غائب. نظن هذه اللي صنعت اليوم الفريق، لأن اللاعبين جودة اللاعبين في الميليو تيرة على ريال مدريد ولا دانيير باس توجدها فقط في مودريتش، وفي السنة الفريطة كانت في كروس، لهذا هذه ممكن صنعت الفارق. لا عمر تاني كاينه حاجة اليوم كي تلعب انت في الدفاع جد متقدم، كاين تاني وسط الميدان الهجومي هو اللي يروح. احنا الموسم الفارد كنا عودنا كامافينغا يروح الهجوم، كان يساعد الهجوم كتير، في هذه المقابلة ما شفناش كامافينغا، ما عدا لقطة واحدة خرج فيها التسلل ما كاش، باسكو انت كي تلعب ديفونسيف بدفاع جد متقدم من داك لي زاتاكون انا شفناها اليوم مبابي وفينيسيوس بزاف دخلوا في تسللات. دونك اليوم كانت تكون نقطه قوه لريال مدريد بيان سور. اليوم المدربين يدرسوا الفريق قبل ما يلعبوا ضدهم. احنا ماكش في الجزائر زعما تشواميني وفالفيردي اليوم واش راني نقول لك. اليوم النقطه السوداء في الفاردي اللي متعودين عليه ريال مدريد، النقطه كيما نقولوا نقطه القوه تاع ريال مدريد اليوم ما شفناش، كان غائب في المقابله كامافينغا ثاني ما ساعدش الهجوم. دونك هذه اللي كيما نقولوا اليوم صرا مشكل اللي طاح فيه بزاف مبابي وفينيسيوس. قاسي سعيد، هل لازلت تؤمن بأن روديغار أفضل مدافع في العالم بعد الأداء اللي قدموه أنت وأمين عودية وأمين أكسس من قلت وأمين بن شابير من قلتم هذا الكلام في العالم، هل ما زلت متمسكا بالفكرة؟ أنا قلت نعم روديغار الموسم الماضي رفعت عودية أنه أمين بن شابير. استنى روديغار كان موسم فارغ الموسم الماضي كان واحد من أحسن مدافعين في العالم، أفضل من ويليام صاليبا. صاليبا هذا وين بان أمين؟ أنا أقول لك الموسم اللي فات روديغار كان واحد من افضل مدافعين في العالم، ما نتكلم على هذا الموسم هذايا. اليوم المقابله ماشي غير هو، كل فريق غمق اليوم، ماشي غير روديغار اللي غمق، حتى ميليتاو ما كانش، حتى مندي ما كانش، يعني الفريق باكمله ما كانش موجود اليوم. ولما ما يكونش موجود في بعض الاحيان صيب واحد يقدر يخرج المقابله تاعو، ولكن اليوم للاسف عجبني محمد عجبني ميدو زعما شغل شغل دار افاع عمال شغل يقبض معاك فاهم. اسمع حقيقة اليوم ليس حقيقة الغد. الفوتبول يتبدلوا لي ماتش الموسم الفارض روديغار كان من أحسن المدافعين، لكن هذه المباراة السنة مباراة اليوم محور دفاع ريال مدريد معلمة استفهام كبرى. باش نكونوا صراحة تاني روديغار عنده قوة في الدفاع تاع ريال مدريد، وكي تلعب مع مدافع وين اليوم ميليتاو شفنا خارج الإطار تاني أثر عليك. غياب كارفاخال كان مؤثر تاني. اليوم مندي حقيقة مندي ماشي المستوى ديالو، ماشي المستوى تاع ريال مدريد. واسمح لي من ناحيه التنقيط، فاسكيز هو اضعف لاعب في اللقاء 4.9 اليوم، يعني كان الاضعف من حيث. دونك اليوم ميدو كي تتكلم انت على لاعب نحكوا في المومو هذاك، دوك انا جبد لي حكايه عندها 4 سنين تقول لي كنت تقول بيان سو كنت نقول باسكو المومو هذا كان لاعب هدايا. حنا هذا هو المشكل في الجزائر، كي تهضر افير عندها 4 سنين يجبدوها لك زعما في 2018 يجبدوها لك في 2025. اليوم تحدثنا على 2024، مازلنا في 2024 خلاص شهرين خلاص. اليوم الحمد لله ميدورو منا ما راهوش ملاح هذا ما كان وطرمو تشرب باقر مع بن شابير. نحيو زميل أمين بن شابير الغائب عن حصة اليوم والذي يبدو أنه يتألم بالخسارة برباعية. نعود لكي لا نهضم حق برشلونة، من منذ البداية نتحدث عن ضعف ريال عن تراجع مستوى ريال مدريد، لكن فهم الحق يقال اليوم برشلونة
مرة أخرى منذ بداية الموسم تصور هذا الفريق في 11 مباراة في البطولة سجل 37 هدف وفي كل المنافسات لما تحسب دوري أبطال أوروبا مسجل 47 هدف منذ بداية هذا الموسم. ليفاندوفسكي منذ وقت ليونال ميسي ولا لاعب في برشلونة سجل 13 هدف في أول 11 مباراة في البطولة 14 هدف عفوا منذ بداية منذ وقت ليونال ميسي ولا لاعب سجل 14 هدف في أول 11 مباراة في الليغا. لا لا على بها قلت لك في بداية الحصة قلت لك سيتي أنا كنت متوقع فوز فريق برشلونة سيتي بريفيزي بارابور لي ستاتيستيك راه قلتهم الدفاع تاعهم تلقى 10 أهداف سجلوا 37 هدف مقارنة بريال مدريد اللي